رجاله وطول عمري. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر الآن. الحلقة النهاردة إن شاء الله بعنوان مستشارك القانوني. معانا ومعاكم الدكتور محمد حلمي المحامي بالنقد والحاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي. أهلا دكتور. أهلا بحضرتك يا محمد بيوت، شرفت بسيادتك. أهلا وسهلا، نورتنا فعلا، ربنا يحفظ سمعنا. في البداية نحب نرحب بيك. أهلا وسهلا بن عليك، وإن شاء الله بنقول لحضرتك سؤال كده صغير قوي في البداية. كلمنا عن دعوة صحة ونفاذ العقد البيع وصحة التوقيع والفرق بين الاثنين. تمام. البيع، عقد البيع سواء كان شقة أو أرض أو أي عقار، بيتم بين أطرافه، بين الطرفين، بين البائع والمشتري، وبيتم تحرير عقد جرى العرف على أنه اسمه عقد ابتدائي. تمام. إلى حين العقد النهائي. العقد النهائي هو في القانون المسجل في الشرع العقاري. تمام. لأن القانون بينص على أن الملكية لا تنتقل في مصر إلا بالتسجيل. بالتسجيل يعني شهر عقاري. ما فيش تسجيل يبقى عقد ابتدائي أو عقد عرفي. بالظبط. العقد الابتدائي ده هو حجته قائمة بين أطرافه فقط، يعني ما لا يجوز للبائع أو المشتري أن يتنصل في التزاماته الواردة بالعقد. تمام. سواء بالبيع أو في التمن إذا كان في باقي تمن على أقساط، أو بالتسليم أو مواصفات العقار، فهو قائم بين أطرافه. تمام. ولكن العقد ده عشان يحتج به أمام الكافة والكل يحترمه لابد من تسجيله في الشهر العقاري. تمام. تسجيله في الشهر العقاري ده ليه حل من اتنين. يا حاجة اسمها تسجيل رضائي. تمام. ان المشتري بيروح يقدم طلب في الشهر العقاري، بيقول انا عايز اسجل الشقة او الارض اللي انا اشتريتها ده في الشهر العقاري. تمام. بيتعمل له حاجة اسمها كشف تحديد وبحث ملكية. بعد كده اما بيخلص خالص ويتعمل حاجة اسمها مشروع، بيدعو او يطلب المشتري يجي يتقابله في الشهر العقاري ويمضي البائع على انه باع للمشتري العقار او الشقه المحدده، وبكده بيتم شهر العقد. ده اسمه التسجيل الرضائي. تمام. طيب انا اشتريت بعقد ابتدائي، جيت قلت للمشتري للبائع تعالى سجل لي، ما جاش، او لا قدر الله حصل له ظروف او رفض التسجيل او امتنع هو او امتنع. او امتنع في قاعده قانونيه بتقول لك ما لا يتم رضاء يتم قضاء. تمام. فبالتالي طب المشتري ده اللي معاه عقد ابتدائي وعايز يسجل عقده ده خلاص ضاع حقه؟ لا، ما ضاعش حقه. بيرفع دعوة قدام المحكمة. الأول بيقدم حاجة اسمها إجراء ضروري في الشهر العقاري، حاجة اسمها شهر عريضة الدعوة. تمام. بيقدم طلب إن أنا بشهر عريضة الدعوة صحة ونفاذ عقد البيع اللي أنا اشتريت بيه كذا ومواصفاته كذا وبالثمن كذا وبالشقة كذا. بيحدد في الطلب بتاعه عناصر أو موضوع البيع ده. تمام. بيشهر حاجة اسمها العريضة وبيروح يرفع دعوة في المحكمة. المحكمة بتحدد له جلسة، بيعلن البائع بالجلسة المحددة. تمام. البائع حضر وأقر، بتدي المحكمة حكم بصحة ونفاذ. البائع ما حضرش بيعمل حاجة اسمها إعادة إعلان. تمام. إعادة إعلانه ما جاش، المحكمة بتحكم بصحة ونفاذ العقد بعد بحث الملكية، تسلسل الملكية، يكون الراجل اللي باع له هو صاحب الملك، اللي هو صاحب الملك. لو الملك مش باسمه، لو الملك مش باسمه بقى ما هو ده هيبقى المحكمة هترفض الدعوة، يقول لك لأن أنا لو اديتك حكم دلوقتي غير قابل للتسجيل. تمام. احنا بنتكلم على الصحة ونفاذ في أبسط صورها. تمام. بنفترض إن البائع مالك والبائع مسجل، مسجل الملك اللي بيبيعه. تمام. لان بيصور لنا مشكله، طب لو البائع اللي باع لي ده مش مسجل. تمام. روخر كان مشتري بعقد ابتدائي. طب هو بيع وسجل، يعني في الميعاد او في الوقت اللي انا رايح ارفع فيه صحه التوقيع، هو باع لحد تاني وسجله في شهر عقاري. انا ده تمام، خدتني يعني حضرتك خدتني في حته جوهريه وبيحصل فيها مشاكل. تمام. في هنفرق بين حاجتين. تمام. عندنا بايع. مظبوط.
البائع ده باع لسين، مظبوط، باع له بعقد ابتدائي، تمام، بعد كده باع لصاد، مظبوط، بس بصاد راح سجل بسرعة، تمام 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 الملكية كده انتقلت للتالي بالظبط اللي هو سجل الأسبق في التسجيل، مظبوط، واخد اللي بال هو سجل حضرتك في الشهر العقاري، اللي في هو شهر خلاص عقاري. سجل طب باسمه والراجل اللي باع بالظبط، هندخل في مشكلة قانونية وكنا أثرناها قبل كده، ان هو كده ليه الحق بس يرجع على الشخص اللي باع له برد قيمة المبلغ اللي مدفوع منه والتعويض. هتيجي تقول لي طب ما مش كده نصب، جريمة نصب باع بالظبط مرتين، بالظبط، دي الثغرة القانونية اللي احنا بنقول فيها قصور تشريعي في جريمة النصب، يجب ان يعدل تعدل، اللي هو بالظبط، لانها لها سند قانوني موجود تمام ان في جريمة النصب هو لما باع المرة التانية هو كان لازال مالك، فبالتالي ما باعش ملك الغير، هو لسه ملكه، ففي رأي القانون وفي حكم القانون هو مش نصاب، ما هو مش نصبش، نصاب، هو ارجع باع بالحقوق ملكه المدنية. امتى لانه ما يبقى سجلش، نصاب؟ لو اللي باع له التاني ده سجله تمام وراح بايع تالت، مظبوط، يبقى في الحالة دي هو كده نصب، باع مرتين لصاد التاني والاثنين واحد، هو باع مرتين، باع مرتين، هو يعني هنا باع مرتين وهنا فدي باع مرتين، ثغرة تشريعية بالظبط يجب الالتفات إليها وتعديلها. مظبوط، سيادتك قلت صحة التوقيع، صح ونفاذ حاجة وصحة صح، التوقيع توقيع حاجة حاجة بالظبط، تانية. تمام، الصحة ونفاذ دي بتبحث ملكية، سندها بحث الملكية تمام وتنقل، والحكم الصادر فيها ينقل الملكية إلى المشتري. تمام أما الصحة التوقيع هي مجرد زي ما هي باين من اسمها كده، مجرد إثبات توقيع الشخص المنسوب إليه العقد على توقيعه، إن تمام التوقيع ده صادر من فلان ولا غير صادر منه، ملهوش دعوة بمضمون العقد، ما جاش وما أقرش، ما جاش وما أقرش بيعيد إعلانه وتحكم المحكمة بصحة توقيعه. تمام، إذا ما لا جاش يجوز لي الحكم الطعن صحة، في حكم المحكمة، لا يطعن بالاستئناف لو هو ما حضرش، يطعن يطعن بالاستئناف ويقول مثلا وعادي بيحصل ان الحكم ده مش العقد ده مش موقع مني وغير صادر مني، ويطعن تمام بالاستئناف تمام وان هو تم اعلانه غير صحيح او اعلانه ما تمش بصوره صحيحه قانونيه او على مكان غير اللي ممكن فيه، فبالتالي بيعمل استئناف. بس حكم الصحه التوقيع ده اللي انا عايز الفت النظر وانبه عليه، لا ينقل الملكيه، ولا زال العقد اللي عندنا عقد لا ابتدائي ينقل الملكية، لا ينقل الملكيه. يعني حكم إذن هو لسه في حكم العقد الابتدائي، لسه هو حكم بعقد الابتدائي ما بس، سجلش، ما الا ما فيش ما يحتجش بعد كده ان التوقيع مش بتاعي او مش صادر مني، بس ده دوره الحكم بس. وفي فهمت، تعليمات جديده صدرت ان الحكم صحه التوقيع، احنا ما كنا بنرفع صحه التوقيع بعد كده صدور الحكم صحه التوقيع بتستلم العقد بتاعك مختوم على كل الصفحات بختم المحكمه النسر، تمام ان هذا العقد نظر في الدعوه رقم كذا صح التوقيع. تعليمات قالت لا، ما عادش في العقود لا تختم بايه، بختم بختم المحكمه، المحكمة، نظر بس في الدعوه، يتاشر عليه بس ان هو اثباته ان هو نظر في الدعوه دي، لها مردود واحد بس. تمام ايه اهميتها؟ ان حاجه اسمها اثبات التاريخ، اثبتنا التاريخ، ان انا يعني اشتريت في اشتريت الوقت في الوقت ده ده، وسجلت بحيث لو باع لواحد تاني ما سجلش هيبقى تاريخه لاحق للتاريخ بتاعي، يبقى بالظبط، الافضليه ليا انا باعتباري انا اللي سابق في الشراء واثبتت تاريخ العقد بتاعي. حضرتك قلت ان صحه التوقيع لا تنقل تنقل الملكيه، الملكيه، لازم تمام، ننبه ونشدد على كده. هو لا تنقل الملكيه، الملكيه. طيب انا رحت وثبت التاريخ وخدت من المحكمه ختم وان انا في التاريخ الفلاني الراجل ده تم البيع، وتقدمت تمام، الدعوه للمحكمه هو باع الحكم. بعد صحه التوقيع، هو باع وسجل، لازال ملك، لازال ملكه، لازال ملكه، ما دي نفس الثغره، هي ما طب لهاش الا دور ايه واحد. المضمون وايه الفايده من صحه التوقيع اذن؟ هو صحه التوقيع ان هو كان مجرد اثبات الرسميه على العقد، تمام واثبات تاريخه، تمام، واخد ما بال احنا ما حضرتك، استفدناش من لكن الاثبات، عمليا ما ما استفدناش، استفدناش ما احنا بيها ما الا في نقلناش حاله اذا ملكيه باع، يبقى ما استفدناش، اذا هي بتستفاد منها في حاله واحده، اذا باع لواحد تاني بعقد برضه كعرفي، تمام، يبقى الأفضلية لمن سبق تاريخه. لمن سبق البيع دي، طب هو يعني هو لو راح وباع ويسجل في الشهر العقاري والراجل ده اثبت ان هو بصحة التوقيع دي اشترى منه قبل الراجل ده، لا تنقل لا الملكية؟ لا تنقل لا التسجيل، تنقل، خلاص لا تنقل، خلاص بالشهر العقاري، ايوه لا تنقل، لان التسجيل خلاص سيحتاج. بتاع اللي هو ينقل سجل، امتى؟ هو ده، هو لو انا الملك، سجلته وهو راح سجل،
ولو ان دي هيحصل فيها مشكله ان واحد سجل بعقد مزور او توكيل مزور حاجه اسمها محو وشطب التسجيل. تمام. اذا حصل على التسجيل بحكم مش صحيح او اوراق مش صحيحه او مزوره ده فيه يصدر حكم بمحو شطب التسجيل. هو حضرتك انا رحت النهارده معايا انا ورق باسمي ورحت بعت لسين وسجلت في الشهر العقاري. تمام. هو ثبت عنده في الدفتر ان انا بعت خلاص بقت لك صفحه وان بقى التسجيل ده ثابت في الشهر العقاري. انا جيت تاني يوم هسجل لصاد. ده يبقى ده القانون اللي احنا المغفرين صاد هو اللي يروح يتحمل مسؤوليته لانه كان يروح يتعين عليه يكشف على العقار بتاعه في الشهر العقاري. فاللي بقى سجل ده خلاص محو. يبقى اذا ان احنا بنقول للناس سجلوا سجلوا سجلوا. مفيش بيع ولا شراء بدون تسجيل. بس التسجيل ده بقى هيدخلنا في مشاكل عملية كتير إذا سمحت لي نتكلم فيه. لا اتفضل يا فندم. مصر احنا عندنا الشهر العقاري والتسجيل العقارات من قبل 1300. تمام. يعني فوق ال 120 سنة دلوقتي. من 1800 من 1883 بالظبط. تمام. فاحنا عندنا الشهر العقاري وتسجيل العقارات في مصر من قبل 1900. تمام. النسبة اللي تم تسجيلها في الشهر العقاري من العقارات في مصر، مصر فيها حوالي فوق ال 43 مليون عقار خاص ما بين قطع أراضي زراعية أو شقق. تمام. فوق ال 43 مليون عقار. تمام. مملوكين للأفراد. تمام. غير ملكية الدولة. غير ملكية الدولة والشركات والقطاع العام. الدولة. تمام. نسبة التسجيل أو العقود المسجلة لهذه الملكية لا تتجاوز 10 إلى 15%. 43 مليون من ال 43 مليون يعني حضرتك كده بنتكلم في حوالي مش اقل من 25 مليون عقار غير مسجلين. لا ده احنا بنتكلم في حوالي مثلا 34 مليون يعني بالظبط 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 35 مليون 34 مليون غير مسجلين. تمام. واخد بال معاليك. تمام. عدم التسجيل ده بيخلق مشاكل في المحاكم، مشاكل لا طائل لها طبعا، وبيحصل تجاوزات وتعدي وبلطجه وفي قتل وجرائم قتل بتحصل في حين في عند ايه التعرض لملكيه الاخرين. ناهيك عن ثروه عقاريه غير مستغله وغير مقدره ودخل رهيب للدوله ممكن تستفاد منه الدوله لو احنا سجلنا العقارات. دكتور استسمحك بس معلش معانا اتصال من ام مصطفى من اسوان. اهلا وسهلا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي مشكله قانونيه وعايزه فيها حل، مش لاقيه فيها حل. اتفضل يا فندم قولي. الدكتور محمد مع حضرتك. انا عندي اخ يوم كان موجود في ساحه اسمها ساحه الاشراف بالطويصه هنا في ضراب. تمام. يوم 23/6. تمام. بلاش اسماء. الو يعني. اتفضلي يا فندم معاك. ايوه. انا اخويا كان موجود في ساحه الاشراف حضرتك يوم 23. طب بصي يا ام مصطفى، واتصل بينا الصبح وقال انا جاي افطر في البيت. تمام. وفجاه في نفس اليوم الساعه 5 اتصلوا بينا وقال ان هو متصاب بكورونا. تمام. لما راحوا اخواته يشوفوه قالوا اللي جيناه متوفي. وسالنا على كان موجود هناك في ساحه الطويصه، فاخوه شك في الوفاه وانا شكيت في الوفاه وطلبنا تشريح الجثه. تمام. وكان معاه واحد تاني متوفي وفي ثلاثه متصابين. تمام. وبعد ثلاث شهور طلع التشريح ان سبب الوفاه هبوط في الدوره الدمويه، هبوط حاد في الدوره الدمويه التنفسيه نتيجه تناول ماده شديده القطر سريعه السمين. تمام. والموضوع في النيابة. تمام. وبسؤال الطبيب الشرعي أكد إن الوفاة جنائية. تمام. أنا اللي عايزة أثبت حق أخويا، عايزة أعرف مين اللي قتل أخويا. مين اللي يتم عياله؟ هل عشان هم ناس واصلين أو ناس؟ طيب. يا ام مصطفى يبقى فوق القانون. يا ام القانون. يا ام مصطفى خليكي بس. يا ام مصطفى خليكي معايا بس. دكتور محمد هيرد على حضرتك. اولا مفيش حد فوق القانون.
الحاجة التانية ان حضرتك قلت ان الموضوع في النيابة، فيعني كده اصبح ان فعلا مفيش حد فوق القانون. دكتور محمد طبعا هي اتخذت الاجراء السليم، تمام، عندها شبهة او شك في سبب الوفاة، فطلبت بتقدم طلب للنيابة بتشريح الجثة تمام. وبمعرفة الطب الشرعي. والحقيقة عندنا الطب الشرعي على مستوى عالي من المهنية والدقة تمام. والأدوات، بيقدر يعرف سبب الوفاة. وهي زي ما هي بتقول من كلامها، تقرير الطب الشرعي يعني يعني هي حلت ما الموضوع. خلاص. هي بتقول ان في شبهة تقرير الطب جنائية، الشرعي في شبهة جنائية سبب الوفاة نتيجة لتعاطي عقار شديد عقار السمية، بالظبط، تمام. فده شبهة جنائية. شبهة جنائية خلاص، يعني هي من غير ما تتعب نفسها ومن غير ما تكمل، وهو اتحول للنيابة. لا، النيابة على طول مظبوط، يعني بتكلف النيابة المباحث بالظبط بإجراء التحريات عن سبب الوفاة ومين اللي كان متواجد معاه والأشخاص الملازمين ليه في ساعة الحادثة وقبل الحادثة. تمام. والحقيقة برضك عايز أنبه، الحقيقة يعني لو احنا وجهنا أي شكوى في الشرطة أو تقاعصها في بعض الأحكام إلا في جرائم الدم. جرائم الدم لا يتم التهاون فيها خالص ابدا خالص خالص، خالص لا بالظبط تطمئن بالظبط. تمام. وبعدين هي ردت على الموضوع فكون بنفسها التقرير خلاص جه فيه شبهه جنائيه بالظبط، بقى خلاص هي يعني الموضوع لو هو حق اخوها هيضيع، فكان التقرير ما جاش ان هو فهيجي فيه زيه زي سبب الوفاه لما واحد بيلاقوه مقتول ومش عارفين سبب الفاعل، فبتفضل التحريات وراه لغايه ما بيعرف مين الفاعل ومن مرتكب الجريمه، وخاصه زي ما هي قالت في مصابين معاه، فالمصابين هيتم الشغل عليهم، هيتسألوا وهيتعمل تحريات عليهم، أكيد. مين اللي كان متواجد معاكو، قابلتوا مين، كلتوا ايه، مين اللي ناولكو، شربكو. لا، الموضوع هياخد وجهة تانية، مظبوط بس هي مظبوط ممكن لسرية التحقيق محدش بيطلعها بالظبط على بالظبط اللي بيتم بالظبط ده مع لسرية استعجالها هي اصلا، طبعا ان هي عايزة تعرف. هي مكلومة مستعجلة طبعا، عايزة تعرف لكن بالظبط الحقيقة يعني السادة الضباط والنيابة العامة في الحاجات دي بتتكتم شوية حرصا على سلامة التحقيق، بالظبط، فما بتنشرش هي وصلت لإيه أو تمت لإيه، عشان الجاني فهي ما ياخدش حذره. تنتظر تتابع التحقيق وتنتظر التصرف في القضية، لكن وتطمئن تماما طالما تقرير الطب الشرعي أتى وأثبت إن الوفاة فيها شبهة جنائية، سوف يتم التعامل معها بجدية إن شاء الله. تمام. دكتور محمد، الراجل المشتري اللي اشترى بعقد عرفي، إيه حقه؟ يعني هو إيه اللي هيستفيده لو الراجل ده راح باع لحد تاني هو يمتلك معاه عقد عرفي؟ في عقد ابتدائي معاه بيقول إن الكيان ده أو العقار ده ملكه. ملكه. ما بناء عن العقد العرفي اللي هو تم ما بينهم، وفي اتنين شهود وفي جميل شهود أوه. موجودين. هو بيع ما احنا حقه. ما انا بقول لي معليك. اتفضل. لا، اللي اشترى بعقد عرفي راح باع تاني، تقصد بعقد عرفي؟ لا لا، هو اشترى بعقد عرفي. تمام. تمام؟ طب دكتور معلش ناخد الاتصال ده معانا برضو، معلش. اهلا من اسوان، اهلا وسهلا. هلا. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، احنا جات لنا اراضي تعويض النوبيين في محافظه اسوان. تمام. حضرتك، انا زوجي متوفي وقدمت كل اعلام الورثه، قالت اليها كل التدريب قدمته. تمام. انا واولادي الايتام لينا النسبه كلها، الا ان في بعض والد زوجي كان متزوج سيده لم تنجب ليها بنسبه، على حسب اعلام ورثه طبعا طالع من القاضي، ليها نسبه اللي هي الثمن، تتقاسم مع الثمن في والده زوجي. هي عشان النسبه ضئيله جدا مش عايزين يعملوا لي التوكيل عشان انا استلم الارض، وهي متعنته مش عايزه تعمل لي التوكيل، والجمعيه الزراعيه بتاعت بلاله مصممه تاخد التوكيل، وانا حقي كده متوقف، مش عارفه اخد حقي. قدمت شكوى لمحافظه اسوان وشكاوي للمحافظ، لكن الى الان بلا جدوى. انا في مشكله حضرتك. طب شكرا يا هلا. والدكتور محمد هيرد على حضرتك حالا. هو ده تعويض. بالمناسبة يا فندم، أنا عايزة أتواصل مع المحامي ده في أشياء كتيرة، عشان أنا حضرتك يعني في أشياء كتيرة عشان أسأل
هسأله وممكن يا يعني أعمل له أستاذة هالة، هيتواصلوا معاكي حضرتك، هيتواصلوا معاكي في كنترول وهيديكوا الرقم في كنترول إن شاء الله. اتفضلي. ده تعويض عن لإخواننا النوبيين عن السد. تمام. هو اللي دخل معاها في زوجها وريث الأب، إن واضح إن زوجها توفى في حياة والده. تمام. فالأب بيبقى ليه السدس إذا كان في فرع وارث من أولاده، فإحنا نفترض إن الأب كان الزوج اللي توفى كان ليه أولاد ودخل في الميراث معاهم الجد، فالجد ليه السدس. السدس ده يقسم على ورثة الجد تاني. تمام. يعني بما فيهم أولاد بالظبط، عشان أقول لك أولاد المتوفى يعني فتافيت فتافيت. بالظبط. فالست اللي بتعترض دي ليها التمن كزوجة. تمام. من السدس. تمام. التمن من السدس من تركة. ما هي قالت لك نسبة ضئيلة جدا، يعني النسبة اللي موجودة نسبة ضئيلة جدا، يعني التمن من السدس. تمام. واخد بال حضرتك؟ هي القانون حدد الموضوع ده، إن اللي يملك أغلبية المال الشائع تمام هو اللي ليه الحق يتصرف، فبتعمل اختار انذار للست كذا اللي هي الزوجة اللي ممتنعة دي، ان انت نصيبك كذا كذا واحنا هنتصرف فيها، وفي حالة عدم ردك او كذا او كذا في خلال 15 يوم بيعتبر ده موافقة نهائية منك على ان احنا بنتصرف، لان القانون حامى مالك المال الشائع الاكثر الاغلبيه، ان ما يجيش الاقليه تعطل اداره المال الشائع والتصرف فيه، عشان هي مش مهمومه قوي بجزء صغير مش هيعود عليها فبتعطل الامور، لكن هي لا تعمل لها انذار على يد محضر وتديها مهله 15 يوم في حاله عدم ردها وتحرير توكيل او التصرف، بيعتبر ده موافقه منها كتابيه على التصرف باسم الورثه. شكرا دكتور. معانا ايمان من الشرقيه، اهلا وسهلا. الو. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضل يا فندم. انا دلوقتي مقدمة شكوى في المحكمه، واني دلوقتي طلعت لقيتي جسيمه من المحكمه للطلاق، بس لعيني دلوقتي ما خدتش اي حاجه خالص، يعني انا دلوقتي محكوم على رجل دي الزوج السابق، محكوم عليه 6 احكام، لعيني دلوقتي ما فيش اي حاجه اصدر عليه احكام خالص، لما نروح المركز يقولوا لنا لسه. ايه الاحكام اللي انت خدتيها عليه حضرتك؟ نعم. ايه الاحكام اللي انت خدتيها عليه؟ ولا عده ولا مؤخر؟ معايا حكم بالاحكام المنقولات. ايوه. وحكم بالنفقه. تمام. وكان هو ساهمني في تهمة ساعة ما جيت، كان ساهمني في تهمة اللي أنا إيه سارقة وكده، والمحكمة والنيابة أصدرت قرار اللي أنا إيه برقة كده، كان حاطط شهود والشهود دي أثبت وقالت البنت ما خدتش حاجة. إذا ده تبرئة ليكي، مش قضية، مش حكم، يعني هو كده في حكمين اللي هو بتاع النفقة وحكم بتاع المنقولات التبديل. تمام. ولعيني دلوقتي ما اصدرش حكم ان انا اخد النفقه دي خالص، انا معايا ورق وجهزت وكل حاجه، بس ما اصدرش حكم. كل ما اجي اقول للمحامي مثلا انا عايزه الحكم بالنفقه دي ما فيش اطلاقا خالص، يقول لي لا هي المطلقه ما تاخدش الوقت الا لما ينمس معايا اولاد. طب انت معاكي اولاد؟ معايا ورق بيثبت بكل معاهم كل وجود اي حاجه. معاكي اولاد؟ انت معاكي اولاد منه؟ لا انا مش معايا اولاد خالص. يعني حضرتك ما خلفتيش اصلا منه؟ لا لا ما خلفتش، انا بس رفعت دعوه باللي هي اللي انا واخد نفقه واني لسه على ذمته. يعني هو ما قامش بموضوع الطلاق، انت ما اتطلقتيش منه، انت ما زلتي على ذمته؟ لا انا اتطلقت غيابه على طريق المحكمه. خلع ولا خطيه؟ يعني انت عملتي خلع؟ انت عملتي خلع ولا قضيه تطليق؟ هو رفع قضية، عمل كان اسمه طاعة إيه؟ طاعة، عمل قضية الطاعة. تمام. المحامي عملها اصدرها لحكم غياب، طلاق غياب. خدت مؤخر صداء؟ نعم. عملت مؤخر صداء؟ قضية مؤخر صداء؟ ايوه عمل مؤخر صداء. صدر لك حكم؟ فضل له حكم انني اخد الصداق دي على سنه. طب ومتعه وعده؟ هو بس اصدر لي قال
لا هو اذا قال ايه المحامي اللي رفع القضيه، واذا القاضي حكم لي النفقه اللي هي مده سنه، نفقه العده دي لسنه واحده، تمام، دي اللي اصدر. والمتعه، والمتعه لسه عينه الوقت ما اصدرش اي حاجه، كل ما اسال المحامي يقول لي لسه لسه مش عينه، عارفه اعمل ايه. ماشي يا ايمان، خليكي معانا واسمعي كده دكتور محمد هيقول لك ايه وايه اللي ممكن تعمليه في الحل الموضوع ده. طبعا هو حصلت على حكم بالطلاق، تمام، وهي ما معهاش ولاد غير منجبه، ولو كان في نفقه، النفقه اللي هي النفقه الاكل والشرب والمسكن بتقف عند الطلاق. تمام. بعد الطلاق في حاجات تانية، هي حكم المنقولات، قايمة المنقولات ده حكم، ده حكم منفصل، منفصل. منفصل حكم المنقولات، ما نعرفش غيابي ولا حضوري ولا لا، فهي من حقها ايه تنفيذ حكم المنقولات اذا صدر. تمام. في نفقة بالطلاق بتبقى في النفقة، لكن لها نفقة على الفترة اللي سبقت الطلاق. طب يا دكتور، احنا كنا حدود سنة، كنا الحلقة اللي فاتت قلنا ان هي الست المطلقة اللي هي محكوم لها بالنفقة بتروح بنك، ده اللي هنكمل. اتفضل. فهي ما صدرهاش نفقة، اللي صدر لها متعة. تمام. المتعة لا تنفذ في بنك نصر الاجتماعي، اللي ينفذ ببنك نصر الاجتماعي النفقة الاكل والشرب. تمام. انما نفقه المتعه يعني او العده تحجز بقى على حاجه منقولات، وعلى عربيه، على حساب، على دين، دين على الشخص، لكن لا، ما بنك مصر الاجتماعي بينفذ بس احكام النفقات اللي هي بتاع النفقه الاحتباس، الاحتباس، الاحتباس قلنا. احتباس. من تمام. هي ما فيش، ما صدر لهاش حكم نفقه، لان واضح ان هي فاتت السنه. تمام. السنة اللي هي النفقة، الفترة اللي هي يعني ما انفقش عليها قبل الطلاق، كان عدى عليها سنة، واضح ان في انفصال، فبالتالي سقط حقها في جزء فترة النفقة اللي قبل الطلاق، فهي لها مؤخر صداء، لها متعة. يعني ايه هو، يعني ايه هو، هي قالت حاجة بس معلش غامضة شوية، هي قالت ان هو رفع طاعة. تمام. وبعدين بقى الطاعة هو طلعها في المحكمة، مش فاهم. تمام. يعني هو زوجها دعاه، عمل لها انذار طاعة. تمام. فهي اعترضت عليه. تمام. في خلال المدة القانونية، واثناء نظر الاعتراض، لا اثناء نظر الاعتراض عملوا دعوة بتطليقها للضرر. هو يطلعها للضرر، هي اللي عملت، هي اللي عملت الضرر. هي اللي عملت. تمام. دعوة تطليق للضرر، واتحكم لها بالتطليق. تمام. طب دي مش تعتبر هنا في رأي قانوني؟ العلاقة الزوجية انتهت. انتهت. كده، لا حقوقها بقى حقوق الزوجية، نتيجة عن حقوق الزوجية اللي هي المتعة، مؤخر الصداء، مؤخر الصداء، والمتعة والعدة. والعدة، تمام. وقايمة المنقولات إذا كانت موجودة. تمام. دكتور محمد، إحنا عندنا في مصر بنلاحظ تسجيل العقارات في مصر ضعيف جدا زي ما قلنا، وقلنا النسبة بتاعتنا، ايه الحلول؟ الحقيقة تسجيل العقارات في مصر ده مشكلة كبيرة قوي في مصر، ولا يتناسب مع مصر وتاريخ مصر والثروة العقارية اللي في مصر. تمام. وده الحقيقة راجع لإجراءات كبيرة ورسوم كتير. الحقيقة الشرع العقاري أعلن وقال لك من كذا سنة، هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، في مجال العمل العام والسياسي، انا كان في حد يعني بعتز بالكلمه بتاعته قوي، كان بيقول ايه، انا مش عايز اقول ان في مشكله واسكت، حل، انا عايز اقول في مشكله وده الحل ان شاء الله، ربنا يقدرنا ونقول إيه المشكله ونقول إيه الحلول من وجهه نظرك اللي ممكن نتفادى بيها الاخطاء بتاعت تسجيل العقارات. مشكله في مصر، مشكله قوي تسجيل العقارات في مصر، ودي مشكله حقيقيه ولازم نواجهها زي بطء اجراءات. والحقيقه المشكله دي مسمعه في كذا اتجاه وفي كذا مكان، لان اساس حمايه المجتمع. طب ناخد التليفون ده معلش. اتفضل. احمد علي من سوهاج، اهلا وسهلا يا احمد. الو الو، ماشي دكتور، اتفضل. الحقيقه في مصر دي مشكله ولازم نواجهها. تمام. وده زي ما قلت بقول لحضرتك ان المشكله دي مسمعه في كذا اتجاه، مسمعه في المحاكم طول اجراءات التقاضي، وهي قضايا كبيره قوي وكميه كبيره قوي متعلقه بالملكيه، بتعمل جرائم
وعنف بين الافراد وبين الناس. مظبوط. نتيجه تعدي على الملكيات. تمام. بتضيع على الدوله مبالغ طائله طائله جدا كان ممكن تستفيد. طب معلش ناخد المكالمه دي. معلش اتفضل استاذ محمد من سوهاج. اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ممكن مع كابتن المستشار محمد عطا معاك من محافظه جنا يا سيدي؟ اهلا وسهلا. بس بكلمك من السعوديه. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. الله يخليك. بس اطلب اغاثه من سياده رئيس الجمهوريه يعني تساعدني فيها المستشار. معايا اولاد اثنين في القوات المسلحه وشرف لي. لا احنا حضرتك بعد اذنك بص هو الموضوع بتاعنا كله استشارات قانونيه ولسنا مفوضين ان احنا نكون نتواصل مع اي جهه رسميه. احنا حضرتك بنقول استشارات قانونيه. شكرا استاذ محمد. نرجع تاني سياده المستشار. فالمشكله دي مسمعه في كذا مكان ومضيعه على الدوله مهدره للدوله مبالغ كبيره. ده نتيجه لبعض الاجراءات الطويله والصعبه. والحقيقه الواقع العام اللي بيثبت ان احنا بنزودها شويه بشويه. ازاي؟ التسجيل نونو في مصر ليه نوعين، حاجه اسمها تسجيل عيني وتسجيل شخصي. تمام. التسجيل العيني ده في مصر ما فيهوش مشكله وده الصح. ان بتيجي بتقول القطعه الارض دي او الشقه دي مواصفاتها كذا حدودها كذا كل البيانات المساحيه بتاعتها ويشغلها او هي محيزه باسم فلان الفلان. تمام. الاستاذ محمد بيناكي. تمام. التسجيل الشخصي اجراءاته اطول واصعب. والاجراء التسجيل الشخصي هو اللي منتشر للاسف في الجمهوريه. تمام. زودنا الاعباد دي ازاي؟ الحقيقه حاولت الدوله تحل مشكله التسجيل عن طريق ان هي خفضت رسوم التسجيل. خفضت رسوم الشهر العقاري وقالت اي مساحه شقه اقل من 100 متر 1000 جنيه. فوق ال 100 متر لغايه 2000 جنيه. ده جنب واحد. تمام. فاصبح الرسم كده ثابت. طيب يعني لو انا عايز اسجل حاجه ب 100000 جنيه وادفع 1000 جنيه مش قصه يعني. بتسجل ب 10 مليون. مش موضوع. ما هو بالظبط هي مش موضوع ولكن مش ده كل الـ 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 الواقع غير كده تماما. الواقع العملي غير كده. ان احنا عطلنا التسجيل دلوقتي ضريبه التصرفات العقاريه. ضريبه التصرفات العقاريه في القانون يتحملها البائع بمقدار 2.5% ضريبه التصرفات 2.5% من اي قيمه عقار مبيع 2.5% بحد ادنى. اذا كان عمل تجاري بتوصل ل 20%. تمام. اذا كانت شركه عقاريه او تجاريه بيوصل ل 20%. تمام. لكن بتاع الافراد 2.5%. اللي ملتزم قانونا بضريبه التصرفات العقاريه هو البائع. جاء الشهر العقاري من سنتين ثلاثة وأصدر منشور إن مفيش حد يسجل إلا لما يدفع ضريبة التصرفات العقارية الأول. تمام. طيب مين اللي مهتم بالتسجيل واللي يهمه التسجيل؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. المشتري هو اللي بيجري عشان هو بالظبط هو عايز يسجل. بالظبط كده. هو اللي عايز يسجل. فبالتالي بقى هو اللي ملزم بسداد وهو مش هيدفع. هو اللي بقى ملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية اللي ملتزم بيها البائع. بالظبط. فدي عقبة وخاصة إن القيمة ارتفعت والعقارات قيمتها ارتفعت. فأنت أقل تسجيل دلوقتي بتعمله الشقة بس 500000 بمليون ب 2 مليون ب 3 مليون. فلما تيجي تدفع المليون 25000 رسوم. تمام. ده ضريبة تصرفات عقارية لوحده. طب يا دكتور معلش ناخد بس الاتصال ده ونكمل مع بعضينا. مدام وعد أهلا وسهلا من بحيرة اتفضلي. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت انا عندي 3 اولاد وطبعا جوزي شاكك في البنت الاخرانيه اللي هي مش بنته. جوزك ايه معلش؟ شاكك في البنت الاخرانيه. شاكك في البنت. انا سامع. شاكك هو طبعا في القوات المسلحه وبيسافر ويجي فهو شاكك ان بنتي مش بنته. فقلنا له اعمل تحليل البنت مش راضي. تمام. فحضرتك هو رفع قضيه عليا ان هو يعني سابق حاجات وبيقول انا جايب مكالمات من الشركه. القضيه ايه بعد اذنك اللي هو رافعها؟ مش عارفه حضرتك هي قضيه ايه حضرتك بس هو رفع عليا قضيه ان انا يعني ايه ما اخدش حاجه من عزال خالص قيمتي ولا حاجتي. طب معاجي الدكتور محمد جرب عايز يسال. اتفضل اسالها كده حضرتك. قضيتي اللي رفعها عليكي قضية ايه؟ ايوه حضرتك انا مش سامعه صوتك قوي. صوتك ايه؟ القضية اللي رافعها عليكي حضرتك قضية ايه؟ رفع عليا
قضيه حضرتك على ان انا ما اخدش حاجه من القايمه بتاعتي ولا اي حاجه، ان هو يعني ان بنتي مش بنتي ومش كده، فقالوا له حل البنت فهو مش راضي يحلل لها. تمام. البنت عندها كام سنه؟ البنت عندها سنه، وهو بيقول البنت مش بنتي، وهو بيعمل الحاجات دي كلها عشان عارف واحدة تانية فعايز يطلقني من غير أي حاجة، فأنا مش عارفة أعمل إيه حضرتك، ورافعة عليه أنا رافعة قضية. حضرتك رافعة قضية إثبات نسب ولا رافعة قضية إيه؟ أيوة إثبات نسب وآخد حاجتي منه. لا البنت مكتوبة كتبتها في الصحة ولا ما كتبتهاش؟ حضرتك مش محترف بيها خالص. لا مكتوبة لها شهادة ميلاد ولا ملهاش؟ لها شهادة ميلاد بس كاتبين البنت حضرتك باسم والدي. كاتبينها باسم والدك؟ مين اللي كتبها باسم والدك؟ هما راحوا للوحده وعندنا، فالوحده مش راضيه تسجل البنت، فقالوا يا جماعه لازم الاب يجي مش كذا كذا، فالاب مش راضي لا يدينا البطاقه ولا يدينا اي حاجه خالص. وليه ما رفعتيش قضيه؟ انت رفعت قضيه اثبات نسب؟ بص لو سمحت، هو بيطعموها كده حاجه يعني ايه بالود يعني، هو المفروض ما يطعموهاش بس هما بيطعموها يعني عشان هما عارفيننا. سيبك من التطعيم خالص، يعني انت رفعتي قضيه اثبات نسب ولا لسه؟ مش عارفه بشهر كام يعني، المحاكم مش عارفه احضرها طويله كده، مش عارفين. معلش بقى، ما ده اجراءات. انت رفعت قضيه اثبات نسب ولا اثبات قيد بنتك في السجل المدني؟ لا اثبات نسب، ان هو البنت بنته ويعمل لها تحليل، هو بيقول انا هعمل لها تحليل بس من غير حد ما يعرف. انت اللي عامله اثبات نسب ولا اثبات قيد؟ لا اثبات نسب. تمام. طب اتفضلي يا وعد، اتفضلي. أولا هنقول قاعدة عامة، الولد للفراش. تمام. يعني في زوجية قائمة وفي عقد زواج. تمام. أي أطفال يجي من هذا الزواج. تمام. يثبت نسبه. ودايما القاعدة الشرعية بتقول لك إيه؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. طب نخلي أستاذة وعدي معانا إن شاء الله، وهنكمل معاه. نكمل السؤال معاه، وناخد استاذ احمد من الجيزه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. الو، اتفضل. ايوه يا فندم، انا عندي استشاره قانونيه ممكن اقولها للمعلم المستشار؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. حضرتك انا كنت في مأذون عندنا اسمه فرج محمد جبريل. بلاش هو بلاش اسماء لو سمعت يا استاذ احمد، يعني انت قول الموضوع بدون اسماء بس. هو المأذون دوت مأذون شرعي. تمام. تمام. المأذون جوزني جواز عرفي، وكنا ودينا نكتب على الزوجة، كنت ما اعرفش ان هي تمت السن القانوني، فدينا نكتب فلقيناها ما تمتش السن القانوني، فانا رفضت ان انا اكتب، فالمأذون غصب عليا ان انا اكتب، غصب عليا ان انا اكتب وكده، فكتبت، فمضاني على ارسال امانة على بياض. وحضرتك دلوقتي كان عارف ان الزوجه مريضه، عندها مرض من ضمن خمس امراض يثيروا النكاح. طب هو 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 المأذون يعرف منين ان الزوجه مريضه؟ يعني هو ماله ومال المرض؟ هو حضرتك انا عندي شهود قال قدامهم ان انا كنت عارف ان الزوجه مريضه بس ما جبتش ان انا اتكلم. تمام، اتفضل. وراح ومضاني عشان لما جيت انا رفضت الكتابه، لما لقيت سنها قانوني لا يتعدى السن القانوني، فانا طبعا رفضت ان انا اكتب وكده، فهو خصب عليا ان انا اكتب، ان انا اكتب عرف. تمام. وراح مضاني على ايصال امانه، فدلوقتي هم بيهددوه، هم دلوقتي رفع ادى ايصال الامانه لاهل الزوجه. وانت دخلت بيها ولا يا 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 استاذ احمد، يا استاذ احمد، هو حضرتك بس معلش، هو غصب عليك ازاي ان انت تكتب؟ يعني عايزين نقول كلام منطقي شويه، يعني ايه غصب عليك؟ مش فاهمها بس. غصب عليا لانه يعلم علما يقين بان الزوجه مريضه مرض نفسي، عندها مرض نفسي ومختله عقليا، فغصب عليا ومضاني على ايصال امانه على بياض علشان هيكتب عرفه وهو مأذون شرعي. تمام، وادى الوصل الامانه لاهل الزوجه، وادى الوصل الامانه لاهل الزوجه. طيب ماشي يا احمد، خليك معانا، وسياده المستشار هيرد عليك. سياده المستشار، استاذه وعد. الاستاذه وعد، نكمل فيها. اتفضل. قاعده شرعيه الولد للفراش. تمام. والزوجيه قائمه، هي كان ان يتعين عليها بدل ما ترفع دعوى نسب، لان الزوجيه قائمه ما كانش لها تدخل الطريق ده، ترفع دعوى اثبات قيد بتختصم فيها السجل المدني
تمام واخد بالك مصلحه تمام. الاحوال المدنيه وبتخصم فيها الزوج ان انا كنت متجوزه ده ومعايا قسيمه جوازي تمام. وخلفت وانجبت بنت كذا وولدتها في المستشفى الفلانيه او الدايه الفلانيه اللي ولدتني وده ومعايا شروط. طب ازاي حضرتك معلش تسجل باسم الاب؟ ما هو ده خطا بتاع عشان تروح تسجل الطفل المكتب الصحي بيشترط يقول لك بطاقه الزوج تمام. او حضور الزوج تمام. فالزوج ما كانش موجود او رفض يحضر يسجل فقال لك بسرعه نسجل البنت فسجلها وده خطا خطا تماما اسم ابوها يعني خطا قانون. فكان الصح ان هي ترفع دعوه اثبات قيد البنت في مصلحه الاحوال المدنيه دعوه بسيطه جدا وما بتاخدش اجراءات وان انا زوجت الراجل ده ومعايا قسيمه جواز وخلفت بنت كذا وبشهود وترفع دعوه بتاخد حكم بتروح تنفذه بتسجله في الاحوال المدنيه بتبلغ بيه الاحوال المدنيه وبيطلع شهاده ميلاد للبنت البنت مجنبها حكم المحكمه باثبات قيد البنت وعلى ومصلحه الاحوال المدنيه بتنفذه على طول تمام وتتأيد البنت بعد كذا. اذا كان الاب او الزوج ليه اعتراض او هذا يبقى قدام المحكمه يروح يرفع نفي نسب والمحكمه بتحيله للتحليل دي ان ايه بس تمام. في الغالب يعني دي احكام النسب واثبات النسب ثابته بيه ان الولد للفراش. طيب نحو جمال من المنيا الاخ الاخ احمد معانا ان شاء الله بس نحو بس يا استاذ جمال من المنيا. الو الو ايوه اتفضل معاك اتفضل يا استاذ جمال. ساعتك يعني كنت ضامن واحد في شويه حاجات كده من المعرض يعني تمام. وبعدين بعد كده يعني كنت مضيله على شيكات تمام. شيكات ولا وصولات امانه؟ وصولات امانه تمام. وبعدين جه بعد كده عملنا يعني ايه يعني حصل ان اللي انا كنت ضامنه ده ما يعني ما وفاش بالحاجات فدخلت انا مكانه في الضمانه رفع عليا وكده اللي هو الشخص اللي كان البايع يعني تمام جاب من عنده الحاجات تمام. وبعدين بعد كده المهم بعد شد وجذب فارتضينا مع بعضينا وقعدت معاه وانا واخويا واعطيته مبلغ من الفلوس وبعد كده اعطيته مبلغ وتراضينا على كده تمام. خلاص انت ما انا ماليش عندك اي حاجه وخلاص كده اللي بينا لو ظهر اي حاجه يبقى انا كده المسؤول عنها. عملت تصالح ولا خدت منه محضر صلح؟ ولا اي حاجه كده بالقعده بالكلام يعني بالرجوله يعني كده قعده عرفيه يعني كده قعده عرفيه وما بس ما خدتش اي ورق ولا خدت اي تنازلات؟ لا ما فيش ورقه ولا اي حاجه قعده عرفيه كده وما فيش اي حاجه. بعد كده فوجئت بعد كام سنه بعد 4 سنين راح رافع فيا شيك وكاتب فيه هو مبلغ 70,000 تمام. جينا طعنت بالتزوير ان البصمه مش بصمه يعني على اساس ان احنا تراضينا وبتاع يعني حبيت العب وقانون. طب يا استاذ جمال يعني معلش بص بعيدا عن القانون بعيدا عن القانون هو حضرتك لما انت رحت تضمن صاحبك وتاخد منه شويه الحاجات اللي بتقول عليها ايوه هو ضمن حقه ومضاك ايصالات امانه ايوه تمام. طب حضرتك لما رحت قعدت معاه انت واخوك وترتضيت ما خدتش الوصولات بتاعتك؟ ما خدناها بكلمة شرف يعني كده. يعني طب هو ليه ما تعملش معاك بكلمة الشرف وانت بتاخد وانت بتضمن؟ ما هو يعني شخص جشع يعني عاوز يعني عاوز ياخد فلوس وخلاص. يعني برضو ما انا برضو ما ينفعش يبقى انا معلش يعني اتبع اسلوب الاهمال وانا اسيب صلاه انا ماضيها واقول هو شخص جشع مش كده؟ سعادتك طيب. كلمه طيب سعادتك لو سمحت. طيب يا جمال بيه طب يا استاذ جمال الف شكر لحضرتك وساده المستشار هيجاوب عليك بعد احمد من الجيزه. واحمد موضوعه ان هو راح جوز ست طيب عنده امراض نفسيه. هو موضوع الاخ احمد ده موضوع كذا موضوع في بعض الجواز وايصال امان. للاسف ده يلجوا في بعض المناطق الى تزويج الفتيات دون سن ال 18 سنه. تمام. القانون قال لا تزوج الفتاه الا بعد بلوغها 18 سنه. فبيتم في الارياف ان هو بيجوزها تحت 18 سنه. تمام. المأذون عارف ان ممنوع عليه قانونا ويعاقب اذا عقد قرانا لفتاه اقل من 18 سنه. فاللي بيتم الجواز العرفي. تمام.
وبيتم الدخول وبالسعاء كمان وبينجبوا اطفال كمان، تمام واخد بال حضرتك؟ تمام. ودي مشكله عمليه بنصادف واتكلمنا فيها قبل كده، مظبوط، ان بيتم تاخير كده الاطفال دول سنه واثنين وثلاثه لحين بلوغ السن الزوجه القانونيه، السن القانونيه، ويعملوا عقد جواز ورسمي، وبعد كده يثبتوا الاولاد وندخل في مشكله تسنين الاولاد وكده. تمام. فالمشكله دي ان هم البنت دون السن وتجوز عرف. تمام. طبعا اللي بيقولوا غصب عليه وما فيش راجل بيتغصب عليه لا والكلام لا ده لا. لكن اللي واضح من الملمح ان هو البنت بلغت 18 سنه، دعوه للزواج، تعالى اكتب رسمي، هو بيتنصل بالظبط، بيتنصل من المسؤوليه ومن التزامه، واكيد ده تم الدخول بالفتاة والبنت للأسف دي، في بعض فاضطروا كتير ان هم يضغطوا عليه بإيصال الأمانة عشان يجي ويكتب رسمي. بالظبط. ده لا هو دي الحقيقة صح، يعني هو دي الحقيقة صح. ده هو البعض بيلجأ ان هو يتجوز جواز عرفي وياخد وصل أمانة كضمان ان لما السن القانونية توصل يلتزم بالكتابة، فهو جه اكتشف ان هي عندها مرض نفسي او ما الانفس اتغيرت يعني او الاهواء، بالظبط الاهواء بالظبط ما اتغيرش وكده، فرفض فوق يعني حجه ان كذا. لا 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 تمام يا فندم، تمام. لا لا برافو عليك يا محمد بيه والله، لا هو تحليل الموقف يعني جميل جدا يعني. تحت امرك. استاذ جمال بقى بتاع المنيا ده، استاذ جمال الاستاذ جمال راجل ضامن، والضامن ملتزم، بالظبط، مدان ملتزم زيه زي ما حدش ضربه برضه على ايده، بالظبط، وقال له روح اضمن، فهو بيقوم في حاله، بس يعني ده في الناحيه المدنيه، عشان ارجع على الضامن لازم ارجع الاول على المدين الاصلي، والمدين الاصلي ما يبقاش، دي في الناحيه المدنيه. ايوه بس هو اكمل ده بيبقى عليه ورق صلاه امانه، فهي بالظبط صلاه امانه، قعدوا مع بعض وقعده عرفيه وحب بعض، لكن ده كلام مش مظبوط، مش مظبوط، ولازم في مخالصه او ياخد الورق، حاجه من اتنين، يا ياخد الصلاه اللي هو مضى عليها ويقطعها، يا ياخد مخالصه منه ان هو غير مدين ليه على الاطلاق. بالظبط. واخد بال معاك؟ حصل وهو رفع صلاه الامانه، يعني دي محتاجه حلقه نفردها ليها مستقله. الايصال امانه زي ما خدت بال سيادتك ان انا سالته ايصال امانه ولا شيك؟ هم بيعتادوا يقول لك شيك. بالظبط. لا الشيك حاجه والايصال الامانه حاجه ثانيه. مظبوط. هو ايصال امانه، واضح ان هو ايصال امانه. يمكن احنا نقول عليه باستحياء ان لازم يكون المبالغ الثابته في الايصال قد سلمت بالفعل الى الشخص على سبيل الامانه. ما هو حضرتك سويه سلمت برضه، ما هي في او اعترف وقال لك هو خد بضايع يعني. للاسف في فرق بين البضاعه وفي فرق بين المبالغ. يعني حضرتك عايز تقول ان البضاعه اللي خدها، يعني هو مكتوب زي ما قال الايصال امانه ب 70,000 جنيه، لابد ان يكون تسلم بالفعل مبلغ 70,000 جنيه. سلمه سلم جمال 70,000 جنيه. تمام. هو ما سلمش جمال 70,000 جنيه، بس سلمه بضاعه. سلم صاحب جمال بضاعه. تمام. واخد بال حضرتك؟ يستطيع الاخ جمال عن طريق الشهود. هو طبعا زي ما قال طعن بالتزوير عشان يطول الموضوع، لكن هي الدعوه دي لا تحل الا بطريقه واحده، بيطعن بانتفاء ركن التسليم في ايصالات الامانه، وبيتحال القاضي بيحيل الدعوه للتحقيق، والاخ جمال بيجيب شهود يثبت ان ده كان ضمان، وان دي ضمان لسلع بالتقسيط، وان انا ما تسلمتش منه هذه المبالغ. القاضي بيحكم بالبراءه. يعني هو جمال لو ثبت للقاضي ان هو ده موضوع ضمان ضمان مالي لبضاعه سلمت لصديقه، انتفت جريمه خيانه الامانه، وياخد براءه في ايصال الامانه، لان هو في القانون ما بيحاكمش على المبلغ، وبيحاكم على قانون عن وقعه الخيانه، عن وقعه الخيانه بتاعت الامانه. ولذلك لازم نفرق بين الشيك وبين الايصال الامانه. ولو تسمح لي اقول على يعني بسرعه كده، ان ايصال الامانه عرضه للطعن عليه زي ما انا بقول لسيادتك بانتفاء ركن التسليم. تمام. والحقيقه كان في حاجه اسمها زمان الشيكات الخطيه والشيكات المكتبيه. لما جه قانون التجاره والغى الشيكات، فاصبح اللي موجود الشيك. الشيك دلوقتي شيك قولا واحدا فلوس. طيب معلش دكتور محمد، ناخد مروه من الجيزه بس معانا، ده اخر اتصال ان شاء الله. لا خد راحتك. استاذه مروه اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. مع حضرتك. اتفضلي يا استاذه مروه قولي. لو سمحت انا بس كنت عايزه اسال على حاجه. اتفضلي. انا جوزي كان يعني في مشاكل كتير وكده معاه، وما كانش بيصرف علينا وكده،
تمام. فانا رفعت نفقه وتبديل. تمام. وهو دلوقتي عمل لي طاعه. تمام. فانا كنت عايزه اسال، لو انا عملت طلاق الشقاق كده هاخد حقوقي كامله ولا ايه؟ تمام 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 تمام. طب خليكي معانا استاذه مروه، الاستاذ الدكتور محمد هيرد على حضرتك حالا. فضل دكتور محمد هو للاسف الوقت بيجري، فهو عمل لها انذار طاعه يتعين عليها خلال 30 يوم ان هي تقوم بالاعتراض على انذار الطاعه. تمام. او تدخل في طاعته. تمام. اولا ندعوها للدخول في طاعته. تمام. وجوزها عايزها والمفروض عمل لها انذار بالطاعه، فهي تلبي الدعوه راضيه وتعود الى طاعه زوجها وتعيش، وربنا يهدي وايه وكل ان شاء الله مشاكل. ان شاء الله. اما واذا لم تدخل في طاعته فيتعين عليها عمل اعتراض على انذار الطاعه في خلال 30 يوم. تمام. دكتور محمد معلش، استاذه مروه خليكي معانا برضو ان شاء الله الحلقه الجايه. ان شاء الله الدكتور محمد هيكون معانا وهيجاوب، وهنتلقى كل الاتصالات التليفونيه ان شاء الله. دكتور محمد معلش يا جماعه الحلقه الوقت سرق حضرتك، الوقت بيجري يا واد. ان شاء الله بنوعدكم الاسبوع الجاي مع الدكتور محمد حلمي، والى اللقاء.